قام الانتخابات المعدل مؤخرا في مارس الماضي ضمانة أساسية في نزاهة العمليات الانتخابية وشموليتها سواء فيما يتعلق بالانتخاب أو مراعاة مبدأ المناصفة بين النساء والرجال أو مبدأ تكافؤ الفرص أو فيما يتعلق بتمويل الحملة الانتخابية أو ضمان المساواة والمنافسة الانتخابية بإلزام الأحزاب بجمع عدد معين من التوقيعات وأعطى فرصة للقوائم المستقلة بجمع عدد أقل. كما غير القانون بشكل نهائي نمط الانتخاب من القائمة المغلقة إلى القائمة المفتوحة الذي يعني أن الاختيار سيكون على الأشخاص وليس على القوائم.